صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفي المغربية، لكم مني السلام. سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته. واحد وصفة غادي نحطوها على حسب طلب الناس اللي حطوا لي تعليقات، على حسب الحلم، على حسب أنهم عندهم تحرشات في المنام، أو عندهم المس العاشق، أو عندهم السحر وسبب لهم ألم في الجسد ديالهم وتعطيهم إشارات في الحلم. دائما تحسوا بالرسوم بأنهم تجريوا في مكان بعيد، أو تجريوا في المقابر، أو تجريوا في مكان غير معروف. إذا إذا كنتوا تحسوا بالرسوم تجريوا في المقابر، عندكم السحر المقابر. إذا كان عندكم السحر المقابر دائما تشوف راسك بأنك في المقابر. أما الإنسان اللي تيبقى يجري تأثر على الإنسان تيكون مخدوم بطلاسم مقلوبة أو طلاسم شيطانية. إذا كيفاش غادي نتخلص؟ وغادي نتخلص من الحلم إذا كنت نحلم وعندي عوارض، هذوك العوارض مسبي لي مشاكل، مسبي لي طاقة سلبية في الجسد ديالي، دائما عندي تخوفات من النوم، أو عندي أرق دائما ما تتنعش مزيان، لأنني عندي توابع سحر هو اللي تيعطيك واحد الطاقة ديال قلة النعاس. العين تتعطيك النعاس، انك تنعسي بزاف، او انك دائما تتفوهي الا سمعتي القران. اما الحسد دائما الا سمعتي القران تحسي باختناق في الصدر ديالك. اذا اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه او جوج وصفات او وحده على حسب الوقت. اذا اليوم البنات اللي عندهم عوارض موقفين لهم حالهم في الزواج، او البنت اللي تتخاصم بزاف دائما عندها السحر تحقير، دائما اي واحد هضر معاها او تكلم معاها تسبب لها مشاكل، او انها هي تتسبب مشاكل ودائما تتخاصم اينما راحت تكون عند المشاكل. اذا هذاك السحر اللي تيكون سحر التحقير، سحر التحقير هو اللي تيديروه بالصور، تيديروه ب حويج خايبين. اذا تنتمنى هذه الوصفه الناس اللي عندهم عوارض وعندهم مشاكل في الجسد ديالهم، تيحلموا بزاف، عندهم توقيف الحال في الزواج، او عندهم توقيف الحال في العمل، او عندهم توقيف الحال في العلاقات. كاين البنت اللي عندها علاقات معدومه، ما عندها حتى شي علاقه ولو من بعيد ولا من قريب، دائما عندها مشاكل مع الناس. اذا بعض الاحيان تيكون حتى القرين اللي تيتزاد معك حتى هو من الجن او اذا القرين عارف على كل شيء، منين يدخل ومنين يخرج، ولكن هو دائما معاك في الجسد ديالك. اذا الناس اللي باغين انهم يتخلصوا من العوارض او انهم يبقاش يوقع لهم مشاكل مع الناس، كاين الناس اللي دائما محاطين بطاقه سلبيه او مكان سلبي، او اي مكان دخلوا ليه سلبي تيقدروا يتاثروا لانهم عندهم عوارض، ودوك العوارض مع هذيك الطاقه السلبيه تيولي عندها مشاكل، وهذاك العارض تيسبب لها مشكل وتيخليها اما تخاصم واما ما تقدرش تجلس في هذاك المكان، تقدر تروح الى مكان اخر، ولكن هذاك المكان اللي يكون فيه طاقه سلبيه ما تتبغيش تجلس فيه. اذا ولو يكون هذاك المكان في اي مكان، من العائله او من صديق او من حبيب او من اي مكان، المهم هذاك المكان اللي كان فيه طاقه سلبيه ما تجلسش فيه، لانها عند هذيك العوارض، دوك العوارض تاثر عليها إلا دخلت لشي مكان غير مرغوب فيه. إذا نصليو كاملين على سيد الخلق، وخليوه لنا في التعليقات، عاونوا القناة الله يخليكم، وعطونا طاقة إيجابية، تنحطو غير القرآن الكريم وتنحطو طاقة إيجابية. إذا كاع الفيديوهات كلهم فوائد بالنسبة للبنات وللولاد ولا أي شخص معين. إذا عندنا المسك، عندنا المسك، هذا المسك الأبيض وهذا المسك الأسود. كيفاش نتخلص من العوارض؟ العوارض إذا كانوا عندي كيفاش نتخلص منهم، وكيفاش نرقي نفسي بنفسي؟ إذا كانوا عندك عوارض، قبل من النوم تاخدي كأس الماء وتقري عليه سورة الفاتحة مرة واحدة، وتقري سورة الفلق 3 مرات، وسورة الناس 3 مرات، وغادي تقري الكافرون 3 مرات، وتشربي وترشي المكان اللي تتنامي فيه. بالنسبة للناس اللي تحلموا وعندهم دائما كوابيس في النوم، انهم عندهم الجتوم، يلا تنعسوا تيجيهم الجتوم، هذاك تيكون هو من السحر. اذا الناس اللي باغين يديروا هذه الوصفة، اما اذا كان مسك سائل غادي يخدموا به، كان مسك خام غادي يخدموا به. ولكن الطريقه اللي غادي نعطيكم غادي ديروها باذن الله، وغادي يتحيدوا العوارض اللي عندكم على الاقل في هذيك الليله. ما تحلميش، ما تشوفيش كوابيس، تولي تنامي، تولي عندك طاقه
مزيانة حتى في الجسد ديالك. إذا إلا خديت المسك الأسود، إلا خديت المسك الأسود، غادي ناخد واحد القطرة بحال هكا، ناخد واحد القطرة بحال هكا، غير شوية في الصبع ديالي بحال هكا بحال هكا، غنقربو الفم ديالي وغادي نحطو على السرة، هي هذه السرة غادي نحط فيها بحال هكا. وأنا تنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله، أعوذ بالله من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. أعوذ بالله من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. أعوذ بالله من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. وأنت حاطه صبعك على السرة، أعوذ بالله من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون، 3 مرات. وغادي نحط شيء قليل في السرة، إذا غادي نمشي للسرة وغادي نحط فيها شيء قليل ما بين الأصابع، ما بين الأصابع الأرجل، ثم نحط فيهم بعض القطرات ديال المسك تحت تحت السرة حتى هي، وغادي نحط قليل من المسك في السرة. أما المسك إلى بغيتي تاخدي المسك الأبيض، وأعوذ بالله أن يحضرون، وغادي تحطيها على السرة بحال هكا يحضرون. إذا المسك هو طاهر وطارد للمس، أي مسك كما كان، المس العاشق، العوارض تبقي ديريها أينما رحتي تنامي، غادي ديريها تشوفي العوارض ديالك ما بقاوش غادي يطوفوا بك، ولكن غتحاولوا تاخذوا زيت الرقية، زيت الزيتون، غادي تضيفوا ليه قليل من المسك والسداب، الفيجل، الفيجل، غتبخوا الزيت مع الفيجل والمسك وتقراوا عليه سورة الصفات وسورة الجن. غادي الوقت اللي تمشيو تناموا غادي تدهنوا الأرجل ديالكم من الفوق حتى لتحت، الرجلين ديالكم، الرجلين غادي تدهنوهم دائما، هانتوما زيت الزيتون بحال هكا، أو السداب والمسك، شفتوه؟ إذا خدوا زيت الزيتون مع السداب، وغادي تبقاو تدهنوا الصدر ما بين الكتفين، ما بين الكتفين مع القدمين من الفوق حتى لتحت، وانتوما تدهنوا على حسب انكم بغيتوا تحيدوا العوارض. ولكن شحال غادي نشرب هذاك الماء اللي غادي، شحال غادي نشرب هذاك الماء الا بغيت نرقي نفسي بنفسي؟ اذا غتقراو عليه معوذتين، وتقراو عليه مره واحده الفاتحه مع سوره الكافرون، وتشربوا كل سوره تقراوها 3 مرات، وغتشربوا هذاك الماء كل ليله على الاقل 21 يوم. غادي تحلمي، غادي تشوفي تشوفي بعد الصور، او تقدري تشوفي حتى السحر في الموضوع، تشوفي السحر فين حاطينه، لانك غادي تتبعيها، غيجيك تنميل، غيجيك غيجيك عياء، غيجيك اي حاجه جاتك غادي تحطيها لي في التعليقات وانا غنجاوبك. اذا الناس اللي باغين يتخلصوا من العوارض، الناس اللي باغين يحيدوا التوابع، المسك الاسود ها هو، و هانتوما اما قنينه صغيره نخدم بها، اما قطعه مسك بحال هذا، المسك الابيض، المسك الابيض هو رائع، هذا من جوده مزيانه، هذا ريحته طيبه لانه رائع واكثر من رائع. غير شريو المسك الابيض يكون على الاقل شويه حر، هذا ريحته طيبه وريحته ممتازه من عند مول المسك، تبيعو تبيعو بثمن شويه غالي، ولكن على الاقل المسك اللي غادي يعاونكم في الشفاء، يعاونكم في في طرد العارض وطرد العوارض اللي عندك في الجسم. اذا لو بقيتي تشوفي راسك انك عندك بحال البراوات في الجسد ديالك او في الاصبع ديالك، هذاك الشيء راه بدا يخرج، او العوارض اللي عندك عين حاسه تابعه، كل شيء غادي يمشي باذن الله. اذا احبابي اللي عجبكم الفيديو خليو لنا لايك، دعموا القناه، فعلوا الجرس، ابوناو، بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.